لابس نهاية سلالة أسبوع ودار المخزن قضى لقهر الزمن أسبوع ودار المخزن قضى لقهر الزمن صامدا لم يشوى كانت من الأوائل من أنشأ للسكر معالي كانت من الأوائل من أنشأ للسكر معالي عرفت بسبك النقود بالأسلحة ودبغ الجلود عرفت بسبك النقود بالأسلحة ودبغ الجلود بساتين جنان تحيط بجنبات الوديان حقول بساتين جنان تحيط بجنبات الوديان محمد سعدي سكنها عاصمة باسمه عاصمة باسمه سماها القصبة ودار المخزن قضى لقهر الزمن القصبة ودار المخزن قضى لقهر الزمن أي ولاية أو عمالة أو إقليم أنا يا مشاهدي الهنا جوابكم بالهاتف منتظرين يا من ديال انا بغيت مطيشه مزيانه سيسلا اوي لاشين مطيشة الحك راها فريك شوف لنا وراها طبيعيه من البحير لهنا مطيشة الحك لاشينو مضمونه غارانتي اوي بلي الحاسوب معجزة هذا الزمان نفتح نوافذ ونجوب ونشوف البرهان نعطي سؤال في الحال حقيقة مثل الخيال بلاد فيها الربيع حتى في الخريف وثلج ناصع شتا والصيف الفصول الأربعة تتناوب وعقود المجد تتعاقب الأحرار مشرق الأنوار إيه صحيح الجواب صحيح هي المغرب إيه المغرب وباش نطوف حول المغرب هادي حمامة الحاسوب تتقاب نضطر ونجرب أجيو معايا تفكيرات نخمن تخمينات
جوابكم بالهاتف منتظرين.